السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات بريب وان، يا رب تكونوا بخير. معكم مستر أسامة الهادي من قناة ليرن ماس. النهاردة هنكمل مع بعض حل نماذج الامتحانات. هنا طبعا أول سؤال بيقول لي كومبليت نيجاتيف 2 أوفر 3 باور كام؟ باور 0. احنا عارفين أي حاجة باور 0 في الدنيا كلها بتيكوال 1 على طول، فهنكتب 1. هنا طبعا اكننا بنقول سكوير روت ل 16 اوفر سكوير روت لل 49. ال 16 تطلع بره ب 4، ده كده جبنا السكوير روت ل 16. وبعدين ال 49 هي عبارة عن 7 باي 7، فهتبقى السكوير روت لل 49 ب 4 اوفر 7. وبعدين النوع ده من المسائل نقدر نتأكد عن طريق الكالكوليتر. تعالوا نشوف مع بعض. هنقول هنا السكوير روت، وبعدين نعمل جوه فراكشن، فوق هنكتب في النيميريتور هنكتب 16، وننزل كده بالسهم ده، وفي الدينومينيتور نكتب 49 والايكوال تديني 4 اوفر 7. ودي المادة الوحيدة اللي نقدر نعرف نتيجة الأسئلة بتاعتنا قبل ما إيه؟ قبل اما نطلع من الامتحان. هنا بيقول لي the probability of the impossible event، الحاجات اللي هي impossible اللي هي لا يمكن ان تحدث، البروبابيلتي احتماليتها كام؟ احتماليتها 0. فيكون دي الاجابة بتاعتنا. يبقى اول حاجة قلنا هنا دي number 1، وهنا طبعا 4 over 7، ودي هتبقى 0. اللي بعديها بيديك باترين، وده سهل جدا. هي التو عبارة عن كام؟ مش هنقدر نوضح من أول حاجة. فالثري هي عبارة عن الوان بلس التو. طب الفايف هي عبارة عن الثري بلس التو. الايت هي عبارة عن الفايف بلس الثري. يبقى اللي بعديها ايه؟ اللي بعديها هناخد الاتنين دول كده مع بعض، اللي هي الفايف والايت. الفايف والايت كام؟ هتدينا 13. بعد ما نعمل كده هناخد الـ13 واللي قبلها، اللي قبلها 8 هتديني كام؟ هتديني 21. 8 بلس 13 21. قال لك ان ذا سيم باترن، يعني بنفس النموذج اللي احنا شغالين بيه ده. هنا بيقول لي لو عندك البروبابيلتي ذات ذا ستودنت ابسنت، يعني اللي غابه في السكول، دي تعتبر 0.15، يعني 15% كده، أو 15%. If the number of students of the school، عددهم كلهم 600، عشان كده بيقول لك عايزين النمبر بتاع ال present student اللي هم حاضرين في اليوم ده. طبعا أول حاجة احنا هنجيب اللي هم الغائبين. الغائبين اللي هم كام؟ يعتبر طبعا 15، بيأكلناها كده 15 over 100. نعمل باي في 600 اللي هو عدد الكل بتاع الايه؟ بتاع الاستيودنت. لما نيجي نحسبها نركز مع بعض، هنلاقي هنا طبعا التو زيرو دول هيطيروا مع التو زيرو اللي تحت دول. هيتبقى هنا كام؟ هيتبقى هنا 15 باي 6، هتديني بالظبط كده 90. دول الايه؟ هما غايبين، اللي هما ايه؟ الابسنت. طب احنا عايزين دلوقتي اللي هما ايه؟ حاضرين. حاضرين طبعا هم عددهم 600، لما يكون فيهم ابسنت غايبين 90، يبقى نعمل سبتراكت 90، والفرق هيطلع معانا نحسبها تطلع 500. السؤال اللي بعد كده، قبل ما نشوف السؤال اللي بعد كده طبعا يعني نكتب طبعا استيود، نكتب جنبها كده ايه؟ استيود. نكتب كده في جنبها،
يعني كل ما كنا دقيقين في الحل وفي كتابة الحل هيكون النتيجة بتاعتنا هتكون أفضل طبعا. طيب هنا طبعا بيقول لي عندي 2 باور 3 وهنا 2 باور 3. طبعا احنا البيز واحد، هنا 2 هنا 2، لكن هنا بنقول 2 باور 3 بلس 3، بنجمع الباور في الحالة دي هتبقى 3 بلس 3 هتبقى 2 باور 6 اللي هي هتكون الإجابة دي. يبقى هي دي الإجابة الصحيحة بتاعتنا. السؤال اللي بعد كده which of the following is greatest. greatest طبعا هنفكر هنا دي 2.3، هنا دي 2.3، هنا 3.2، هنا 3.2. كرقم هيتلاقي طبعا 3.2 اكتر. طب نيجي بقى للباور، هنا باور 4، هنا باور 5، نشوف الناحية التانية هنا ايه، باور 4 هنا كمان باور 5، يبقى هنا طبعا هتكون دي هي اكبر حاجة، لان الرقم نفسه في الستاندرد وفي نفس الوقت ايه الباور هنا اكتر، هيكون 3.2 باي 10 اوفر 5 باور 5. هنا طبعا بيقول لي اكس باور 2 باور نيجاتيف 3، طبعا معناها ايه دي كده، معناها دي ايكوال اكس باور للباور نعمل له باي 2 باي نيجاتيف 3 تديني نيجاتيف 6، كل دي معمول لها باي دي الاكس باور 6. قلنا في حالة المالتي بلاي طبعا المالتي بلاي واضحة ايه، في حالة المالتي بلاي بنعمل ايه، بنعمل اد للباور، هتبقى اكس باور 6 ماينس 6 بلس ماينس يعني ماينس، يعني اكننا بنقول اكس باور 0 واكس باور 0 هتطلع معانا ب1، هي دي هتكون الاجابة الصحيحة بتاعتنا. هنا بيقول لك which of the following may be probability of an event اللي هي ممكن تحصل، هل دي بالماينس كده بالنيجاتيف ينفع؟ لا طبعا دي كده تكون غلط طبعا. اللي بعديها عندنا دي 87، دي ممكن هنا دي اكتر من 1 طبعا مستحيل، لان دايما هتيجي الايفنز بتاعتنا ما بين الزيرو والوان، وهنا دي طبعا 130 برسنتج يعني 1.3 برضه هتبقى اكتر من 1، الوحيده اللي تمشي معانا هي دي. هنا بيقول لي عندك النيجاتيف اكس از جريتر ذان للفور. طيب في الحاله دي هنعمل ايه، احنا قلنا لما نيجي نعمل اد وماينس في التو سايدز في الان ايكواليتي، دي اسمها الان ايكواليتي غير الايكويجن. في الحاله ديت اللي احنا قدامنا هنعمل هنا طبعا الاد والسبتراكت ما فيهمش اي مشكله، مش هيأثر على نتيجه الطرفين، بس اللي نعمله هنا في الشمال نعمله في اليمين، او اللي نعمله في اليمين نعمله في الشمال. طب هنا بقى نتعامل مع دي ازاي، هنا طبعا دي بالنيجاتيف كده نيجاتيف اكس بالماينس، يعني نيجاتيف اكس دي علشان نعمل ديفايد ونتخلص من النيجاتيف دي هنعمل ديفايد نيجاتيف 1. طبعا النيجاتيف اكس ديت عشان نعمل لها ديفايد هتبقى للنيجاتيف 1 والناحية التانية الفور نعمل لها ديفايد برضو للنيجاتيف 1. طالما عملت الديفايد نيجاتيف بيقول لك تغير الاتجاه للساين او الريليشن بتاعت الان ايكواليتي، فدي هتبقى نيجاتيف 4 الناحيه دي ودي هتبقى اكس، بس لان النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف في الحاله دي هتبقى اكس، دي بقى تتغير هتبقى الناحيه التانية هتكون اقل بقى، بدل ما هي اكبر من الفور
نيجاتيف اكس اكبر من 4، لا الاكس نفسها تبقى اقل من النيجاتيف 4 اللي هي هتكون دي، بقت الناحية دي اكس اهي، والفور ديفايد لنيجاتيف 1 دي تديني نيجاتيف 4، وهيكون ده الحل الصحيح بتاعنا. الاريا بتاعت الريكتانجل لينس عندك دي، ده اللينس بتاعها، والويز ده، واحنا بنتكلم على الاريا. الاريا طبعا احنا بنعمل باي، يعني اكننا بنقول 120 اللي هو اللينس باي ايه، احنا عارفين لينس الاريا هي لينس باي الويدز. اللينس هو 120 سنتيمتر، وهنعمل باي الويدز هنا بكام؟ بـ80، نكتب 80، بس هو اذا بالمتر سكوير، انتبه لو بالمتر بس وحاجة زي البريمتر اقول لك ماشي، نعمل ديفايد للهندرد بس، اما هنا في الاريا السكوير يبقى نعمل ديفايد، نعمل ديفايد ايه 100 باي 100. تعالوا نشوف بقى ايه اللي هيحصل هنا. لما نيجي نبص هنلاقي فيه فوق كام زيرو، هنلاقي ده زيرو وده زيرو، تمام، هيروح مع ايه التو زيرو دول، هيبقى الرقم بتاعنا عبارة عن ايه، الرقم بتاعنا هيبقى فوق عندنا اللي هيتبقى 12 باي 8 هتديني 96، نعمل ديفايد لل100 طبعا الإجابة الصحيحة بتاعتنا هتكون في الحالة ديت اللي هي 0.96. السؤال اللي بعد كده بيقول لي two integer number، يعني عندنا رقمين integers، اللي smaller one is 2x، يبقى ده كده ايه اللي smaller، اللي smaller one 2x، and the greatest او greater is 5x. بيقول لك لو عندك الديفرنس يعني الفرق اللي بينهم هو 30، هو عايز التو نمبرز دول، يبقى عبارة عن ايه، سهلة جدا طبعا، هنقول هنا الفايف اكس اللي هي الكبير، الفايف اكس هنعمل ماينس للرقم الصغير اللي هو 2x، هيديني قلنا الديفرنس 30، يبقى هنكتب هنا ايكوال 30. ده معناه ايه؟ معناها ان دول الناحية دي كده مع بعض هيبقى 3x، ايكوال 30، يبقى الاكس بكام؟ الاكس هنعمل ديفايد 30 ديفايد ل 3، هتبقى الاكس عندي بكام؟ ب 10. 30 ديفايد ل 3 هتدينا 10، خلاص الاكس بقت ب 10. الرقم الصغير بقى نرجع تاني، الرقم الصغير بكام؟ ب 2 اكس. الاكس بكام؟ ب 10، يبقى الرقم الصغير هيكون ب 20. دي أول معلومة لازم ناخد بالنا منها. يبقى أول حاجة هيكون هنا الإكس الصغير، يعني أو هنقول السمولر، والجريتر هيكون الأولاني 2x هيبقى ب 20، والتاني ب 5x هيكون ب 50. طبعا دي الإجابة بتاعتنا، وهو ده كده إيه السمولر، وده كده الجريتر طبعا عشان ايه ما نتلخبطش في الاجابات بتاعتنا.
نيجي نكمل بعد كده. عندنا هنا طبعا السؤال اللي بعده، في لما نلاقي سؤال زي كده هنبص اول حاجة على البيز. البيز هنا 5 وهنا 5 وهنا 5، طب نعمل ايه؟ بسهولة جدا هنقول هي عبارة عن 5، قلنا في حالة المالتي بلاي في الجزء اللي فوق ده في النيميريتور بنجمع الباور، يبقى نيجاتيف 4 بلس 7. طيب الباور اللي تحت هنعمل فيه ايه؟ هنعمل سبتراكت، قلنا في حالة الديفيجن هنعمل ايه؟ سبتراكت. طبعا انا بحللكم في خطوة واحدة، ممكن نجيب اللي فوق الاول وبعد كده نجيب اللي تحت. طب هنا هنقول ماينس 3. طيب معناه ايه الكلام ده؟ معناه 5 باور نيجاتيف 4 وهنا نيجاتيف 3 بكام؟ بنيجاتيف 7 وهنا بلس 7، يبقى كأننا بنقول 5 باور كام؟ باور 0. واي حاجة يا حبايبي احنا عارفين انها باور 0 بكام؟ ب1. هنا بيقول لك انا عايز السوليوشن سيت في الكيو، مرة مديني ايكويجن اللي هي في نمبر 1 ومرة تديني ان ايكواليتي في نمبر 2. هنا طبعا هنفك الكلام ده، طبعا دي هتبقى 3x هنا بلس 2 بلس 5 يبقى بلس 7، هتبقى ايكوال كام؟ ايكوال 13. طب احنا عايزين بقى نخلي 3x دي في كفة لوحدها و7 دي هتروح هناك بالماينس طبعا، يبقى عندي هنا هتبقى 3x13 ماينس 7 ب6. طب لما نيجي نجيب الاكس لما نيجي نجيب الاكس هنقول هنا بقى الاكس بكام؟ 6 ديفايد 3 ب 2، يبقى السوليوشن ست عندي هنا. نكتب كده هنا الحتة دي السوليوشن ست ايكوال، لازم نعمل دي كده ونعمل دي كده ونكتب هنا ايه؟ نيجاتيف، سوري نكتب هنا 2. اللي بعده فكر مع بعضينا هنحل ازاي. هنا بيقول لي 2x plus 15 is less than 19. عادي احنا بيقول لك ممكن تضيف اللي هنا طبعا نيجاتيف 15 في الطرفين، فهتبقى او نودي ال 15 على طول بالماينس، يبقى عندنا هنا ال 2x equal 19 minus 15 على طول نقول 4، يبقى ال x بكام؟ ال x هنا 4 divided 2 هتدينا 2. طيب في الحالة دي هنكتبها زي دي كده زي فكرة السوليوشن سيت دي، لا بنكتبها بطريقة تانية في ال inequality. هنقول ان السوليوشن ست هنقول عندنا طبعا الاكس بحيث ان الاكس دي بيلونجز، يعني بيلونج للايه؟ هو قال لك للكيو يبقى نقول للكيو، وهنقول ان الاكس ايكوال 2 بس خلاص كده. يبقى دي الاجابة الاولانية اللي هي هتكون ب2، الاجابة التانية هتكون برضو ب2 بس تتكتب ايه؟ بالشكل اللي قدامنا ده كده، لانها ليه؟ لانها ان ايكواليتي. سوري في هنا حتة، لا المفروض هنا نكتب ايه؟ هي اقل، نعملها كده لانها ان ايكواليتي مش ايكواليتي. هنا طبعا لما نلاقي مسألة زي كده دي باور 2 معناها نشوفها مع بعض،
طبعا دي نيجاتيف 1 باور 2 اكنها 1 اوفر 3 باور 2 ب 9. نعمل بلس، دي هتطلع بره بفور اوفر 9 ماينس. هنا طبعا دي سوري، دي هتبقى 8 اوفر 9 لان 8 باي 8 ب 64 و 9 باي 9 ب 81. كل ده ماينس اي حاجة بقى باور 0 قلنا ب 1. طب ده معناه ايه؟ لما نيجي نفكر فيها كده هنلاقي ان ال 1 وال 8 دي مش عبارة عن 9، يبقى 9 اوفر 9 ماينس 1 تديني كام في الاخر؟ هتديني 0. نكتب فيها 0 لان 9 اوفر 9 ب 1، 1 ماينس 1 بايه؟ ب 0. يبقى هنا نكتب كده 0. السؤال اللي بعد كده نمبر 5، هنا بيقول لي regular die اللي هو بتاعت الزهر دي او النرد اللي هما بيلعبوا بيها بنك الحظ وسلم الثعبان is thrown once and observe the number of upper face. بيديك أسئلة بيقول لك getting prime even number. ال even number اللي هو ايه؟ prime even number. واحنا عندنا طبعا ال prime number اللي هما ايه؟ اللي هو بداية من ال 2 وعندنا ال 3 وال 5. وذكركم ال even number اللي هو يعني الناتج او الكوشنت بتاعته ناتج عن ايه؟ multiplying الرقم نفسه في ال 1. يعني ال 2 ما تجيش الا من 2 باي 1، وال 3 ما تجيش غير 3 باي 1، وال 5 ما تجيش غير 5 باي 1. اما النسبة لل 4 وبالنسبة لل 6 الوضع يختلف، لان ممكن تيجي 4 باي 1 2 باي 2، ال 6 برضو 6 باي 1 2 باي 3. يبقى في اكتر من سوليوشن او اكتر من حل للناتج البرودكت بتاعتنا. طب هنا برايم، هنا ايفن يبقى زوجي. طبعا الثري والفايف مش ايفن، يبقى عندنا التو بس هي اللي هتكون معانا. فهنا التو دي عبارة عن كام رقم؟ عبارة عن رقم واحد، يبقى وان اوفر كام؟ اوفر سكس، لان طبعا السكس فيسز كلهم ايه؟ هو هيكون عددهم سكس. الداي دي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. نفس الكلام هنا برضو تحت بنكتب 6. لما نلاقي اي نوع من المسائل ده الداي دي بالذات نكتب على طول 6. وممكن تيجي لك المسائل برضو بتاعت البولز اللي هي الكور، يقول لك دي حمراء ودي خضراء ودي صفراء. بنجمع كل البولز دي ونحطها في الاجمالي في الدينومينيتور ونبدأ نتعامل مع كل سؤال على حدة. هنا جيتنج ان اود نمبر واقل من الفور، اهم حاجه تكون اقل من ايه؟ من الفور. وود نمبر يبقى عندنا الاقل من الفور وود نمبر اللي هو الوان والثري، ودول عددهم 2، يبقى 2 اوفر 6 اللي هي في الاصل ايه؟ 1 اوفر 3. نيجي للسؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا الاكس بي نيجاتيف هاف، بنيجاتيف ايه؟ هاف. وعندنا هنا الواي بنيجاتيف 3 اوفر 4. هو عايز سمبلست فورم دي، فلازم نعمل هنا ايه؟ سبستيتيوشن، او بنعوض على ايه الكلام ده اهو. فنيجي هنا اول حاجه الواي، الواي بكام؟ واضح جدا ان الواي عندي بنيجاتيف، نكتبها كده نيجاتيف 3 اوفر 4. خلاص كتبنا الواي، كل اللي احنا هنعمله بنعوض عن الكلام ده وناخد. طبعا اول حاجة نعمل البراكت كده، وناخد الخط بتاعنا ونعمل ايه؟ اكس باور 2. الاكس هنا بكام؟ الاكس هنا تبقى بخط تاني، الاكس هنا ب نيجاتيف هاف، نيجاتيف هاف، نيجاتيف هاف ايه؟ باور 2.
يبقى في براكت خارجي وبراكت ايه داخلي، ونهتم قوي ان البراكت الخارجي ايه كله باور نيجاتيف 2. نبدأ بقى نفك الكلام ده بعد ما كتبناه، ونركز ان احنا نكتبه بشكل سليم علشان خاطر نعرف نحل مظبوط. هنيجي هنا هنقول ايكوال، عندنا دي باور نيجاتيف 2، احنا قلنا في حالة لما يكون الباور بنيجاتيف نقدر نقلب النيميريتور مع الدينوميريتور عشان يكون ده بالايه بالنيجاتيف دوت هيتحول لايه لبوزيتيف. طب هناخد ده بقى اللي تحت ده كله كده هنطلعه فوق، واللي فوق دوت هننزله تحت، تمام. وممكن حل تاني ان احنا نفك اللي جوه دي الاول، فهنقول هي تبقى تعتبر نيجاتيف 3 اوفر 4، كل دي اوفر كام، عندنا نيجاتيف 1 باور 2 ب 1 و 2 باور 2 ب 4، كل ده باور نيجاتيف 2 ايكوال. هنا طبعا الفور دي هتروح مع الفور دي، لان دي ديفايد دي بنقلب، يعني اكننا بنقول ان نيجاتيف 3 اوفر 4 باي دي هتبقى 4 اوفر 1، كل دي باور ايه باور نيجاتيف 2 ايكوال. دي طبعا الفور هنا هتروح مع الفور، هيتبقى هنا ايه نيجاتيف 3 باور نيجاتيف 2 فهنقول ايكوال. طبعا عايزين نتخلص من الباور نيجاتيف 2 دي، فاكنها تبقى ايه 1 اوفر نيجاتيف 3 كلها كده ايه باور 2 ايكوال 1 باور 2 ب 1 ونيجاتيف 3 باور 2. طبعا طالما دي ايفن نمبر فهتبقى 3 باي 3 بتشير هنا النيجاتيف، وهيكون الناتج بتاعي 1 اوفر 9. وبكده نكون خلصنا موديل نمبر 2، وانتظرونا في حل المحافظات ان شاء الله في القادم باذن الله تعالى. اللي عايز طبعا يثبت الحل بيجي هنا كده ويشوف يثبت الشاشة ويحل السؤال لوحده تاني عشان يعرف يحل النوع ده من الأسئلة، ولو عملنا كده إن شاء الله هنجيب الدرجة النهائية وهنقفل الامتحان. واللي ناقصه أي حاجة مش فاهمها في اللي إحنا شرحناه ده بس يبعت لي كومنت وإن شاء الله أجاوبه. وما ننساش نعمل طبعا سبسكرايب اشتراك في القناة ونفعل الجرس ونختار الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد، والكومنتات الجميلة بتاعتكم عشان تشجعونا على الاستمرار. معكم مستر أسامة الهادي من قناة ليرن ماس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.